مبنى رئيسي للمستشفى، مبنى خدمات المطبخ والمستشفى المغسلة، مبنى سكن الأطباء، ومبنى خدمات الخزان الوقود. الغرف عندك كام غرفة؟ 35 غرفة. كم 35 كم في غرف العمليات؟ في غرف العمليات، في ثلاث عمليات في البيت. كم فاقة؟ فاقة غرفة. وكم تحضير؟ تحضير عملية. عندما هو فينا كلى وفي نواة الأشعة، نواة الأسمى. كم كرسي؟ ثلاث سراير. لو عايز كراسي لا تقدم، هو هم ثلاثة على حسب العدد العينين. هو النبع كلها في خمس عينين. بقول لك ايه ممكن انا بعمل 80 متر على اربع شقق، 12 شقه في العماره، باجمالي 60 وحده سكنيه. 60 وحده سكنيه. الاسكان ده فندم اسكان اجتماعي، المساحه الوحده 81 متر. الميزه في ال 81 متر ان هم 81 متر صافي. ان شاء الله رب العالمين يا فندم شرق القناه هتقوم بال، هو اللي هينفذ يا فندم. مدة التنفيذ يا ست اللواء مصطفى 9 شهور. من الجيش لما بقول 9 شهور يبقى 9 شهور، اقل من 9 شهور مصطفى. ست اللواء مصطفى 19/3 ان شاء الله. 19/3 ان شاء الله. 19/3 يا شيخ سيد. الجامع بتاعك امتى هنفتحه؟ قطرات كون كمل الطريق ده.